يرون بي الشوك من كل جنب ولكن أرى الورد والمورد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام المباركة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان، الإنسان المطيع لله سبحانه وتعالى يظهر هذا على شخصيته لتكون شخصية واضحة جلية، لا تعرف الإزدواجية ولا تعرف النفاق ولا تعرف الكذب، فهو المؤمن الذي رسخ الإيمان في قلبه، فيحيا حياته على ظهر هذه الأرض مرضيا لله عز وجل بكل أقواله وبكل أفعاله، ويحاسب نفسه على كل شيء أول بأول. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. ومع السؤال 24 من مسابقة رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، والسؤال يقول: صحابي جليل عرف في كتب السيرة بأنه عدو النفاق وصديق الوضوح، قال عن نفسه رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب ليصل إلى معسكر قريش ويأتي بأخبارهم، فقام بهذه المهمة على أكمل وجه. فمن هو؟ رضي الله عنه ورحمه الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم إن أول غيث الندى سأروي به قافلات المدى، نعم إن أول غيث الندى سأروي به قافلات المدى، وأجعل منه سيول الشتاء وأجعل منه سيول الشتاء لأغرق فيها حصون العدا، وأمضي إلى كل بقعة أرض وأغرس فيها لكي أحصدا، وأمضي إلى كل بقعة أرض وأغرس فيها لكي أحصدا، أسير وكل ضياء ونور، أسير وكل ضياء يرون بي الشوك من كل جنب ولكن أرى الورد والمورد.